محمود حسن تريزيجيه لاعب الاهلي السابق ولاعب الدوري التركي الحالي، يعني بينجح ان هو يجيب هدفين في اخر مباراه ليه مع فريقه، كمان غير ان هو نجح ان هو يعني يحرز هدفين، بينجح ان هو يكون من افضل 25 لاعب في الدوري التركي. ما فيش شك ان هو واحد من افضل اللاعبين. عجبني اصرار تريزيجيه وحماسه ان هو يفضل موجود في اوروبا بعد انتقاله لفريق اندرلخت البلجيكي. ما كانش ليه توفيق معاه، ما قدرش ان هو يحقق اللي تريزيجيه عايزه، وبعد ما يعني حس ان هو مش دي طموحاته واحلامه اللي ممكن يحققها مع فريق اندرلخت، حب ان هو ينتقل للدوري التركي مع تجربه ثانيه مع فريق ممكن نقول ان هو مش زي اندرلخت بلجيكا. اندرلخت هو الفريق البطل في بلجيكا، لكن فريق تريزيجيه فريق ممكن نقول ان هو في منتصف الجدول. وانتم عارفين ان دايما كل ما الفريق بيبعد عن منطقه المقدمه، كل ما يكون ان هو مش متصدر في فريقه، كل ما الاعباء والاتعاب بتكون اكتر على النجم او اللاعب اللي بيكون موجود معاه. فتريزيجيه واحد من اكتر اللاعبين اللي عندهم اصرار وعزيمه وحماس ان هم يكونوا موجودين في الدوريات الاوروبيه والعالميه، واعتقد ان العروض زي ما بنسمع بتنهال على تريزيجيه. لكن هو اتكلم وصرح قال ان انا مش هقرر ولا هقول اي حاجه ليها علاقه بانتقالي من الدوري التركي او حتى انتقالي في الدوري التركي بس النادي اكبر شويه غير بعد كاس العالم. هو بيفكر صح جدا ان انت لما يكون عندك تجربه زي كاس العالم ممكن ان انت تعرض نفسك كمان مش بس على اوروبا، لا ده على العالم كله وعلى اكبر الانديه، ممكن يكون ليك وجود اكبر. سواء ممكن ترجع، ممكن تبقى موجود في الدوري الانجليزي، ممكن تبقى موجود في الدوري الايطالي، في الدوري الاسباني. فانا شايف ان تريزيجيه مركز في الثلاث دوريات دول، ان هو لو جاله حاجه ما اعتقدش ان هو هيستنى فيهم ثانيه، ان شاء الله يتوكل على الله ويتم التعاقد معاه. واحنا شايفين احرز هدفين في اخر مباراه ليه مع فريقه، فاز بجائزه افضل 25 لاعب في الدوري التركي، وبالتالي ماشي في خطى صحيحه وثابته. نتمنى له التوفيق محمود حسن تريزيجيه. احمد حسن كوكا بيشارك مع فريقه في مباراته الاخيره لكن فريقه بيخسر و